المتهم الرابع في جريمة حرق ملهى ليلي بالعجوزة أدت لوفاة 16 شخص. وطقس شديد البرودة بدءا من الليلة. مساء الخير، مرحب بحضراتكم معنا. يوم جديد من الحياة اليوم، بداية الأسبوع وطقس شديد البرودة زي ما بتقول هيئة الأرصاد، ومن غير ما تقول طبعا احنا حاسين ببرودة الجو، وتحذيرات هيئة الأرصاد ان الأيام اللي جاية كمان هتزداد درجة البرودة، وفي احتمال كمان لسقوط أمطار. هنتابع كل التفاصيل بالإضافة لتفاصيل الأخبار السياسية في حلقتنا النهاردة. هنبتدي باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور حسام الدين مغازي وزير الري والموارد المائية. السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة قال إن وزير الري خلال الاجتماع استعرض الاستعدادات اللي بتتم للاجتماع الوزاري اللي المفترض هيعقد في الخرطوم خلال الفترة اللي جاية. الاجتماع ده هيضم وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا لمتابعة الموقف بالنسبة لسد النهضة على المستويين، المستوى السياسي والمستوى الفني. كمان الوزير خلال الاجتماع استعرض المشروعات اللي بتنفذها وزارة الري، خاصة بالنسبة للخطة العاجلة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل شبكات ومحطة الري والصرف الصحي في محافظة اسكندرية ومحافظة البحيرة. نفهم التفاصيل من وزير الري والموارد المائية دكتور حسام مغازي معنا على التليفون. مساء الخير يا سيادة الوزير، وبرحب بحضرتك. سيادة الوزير اهلا وسهلا، ازي حضرتك يا فندم؟ مساء الخير. اهلا وسهلا بيك يا فندم. سياده الوزير، اجتماع سد النهضه، ويعني ايه اللي هيحصل والاستعدادات اللي بتتم؟ اولا الاجتماع ده يعني من الخبر خلال الفتره المقبله، اللي هي امتى؟ او يعني تم تحديد ميعاد ولا لسه؟ وفي مشاكل بخصوص الاجتماع ده ولا لا؟ هو طبعا الحقيقه في بيان طلع من وزاره الخارجيه، يعني وزير الخارجيه في جنوب افريقيا مع السادة الوزراء الخارجيه من السودان واثيوبيا. كان هناك يعني حصل يعني تجدد ظروف يمكن للوزير الاثيوبي مع بصحبه رئيس او رئيس الوزراء توجه الى كينيا، فمما استدعى يعني تاجيل الاجتماع ثلاث ايام ليصبح يوم الخميس القادم بدلا من يوم الاحد، يعني كما مقدر ليه. هتأجل الخميس والجمعه القادمين نظرا للارتباطات اللي طرأت، فطلع بيان حقيقي من وزاره الخارجيه بالتأجيل لهذا الميعاد. طيب التنسيق على المستوى الفني وعلى المستوى السياسي، طبعا انا اتكلمت مع حضرتك قبل كده و شايفين طبعا مشاكل المكاتب الاستشاريه، هل في اي خطوات جديده؟ هل حلينا المشاكل دي؟ ايه اللي ممكن يحصل خلال الاجتماع المنتظر يا فندم؟ هو اخر اجتماع طبعا عرضت انا في اجتماع الاخير اللجان الفنيه على مستوى وزراء الري، مصر عرضت الشواغل بتاعتها فيما يخص قبل مناقشه المكاتب، لكن بنقول اللي بيشغل الراي العام المصري ان هناك عمل على الارض وما زالت الدراسات والمكتب الاستشاري لم يبدا، فاحنا لن نتكلم في المكاتب، احنا عاوزين نحسم القضايا الشواغل والطمئنات الممكنة نحصل عليها قبل المضي قدما في المسار الفني. وهل حصلتوا على أي تطمينات يا فندم؟ هذا ما طرحناه، وكان الرد أن هذا يناقش على المستوى السياسي الفني معنا، وبناء عليه دعيت لاجتماع سداسي يحضره الوزراء الخارجية والري لمناقشة هذه النقاط أو الشواغل، فتم تسليمها للجانب الأثيوبي، ومن المفترض الاجتماع القادم يعني نستمع لردود من الجانب الأثيوبي عن هذه الشواغل حتى نمضي قدما في المراحل القادمة. هل في أي خيارات مطروحة، أي بدائل في حال يعني ما حصلتوش على التطمينات أو فشلت المفاوضات، خاصة أن زي ما حضرتك عارف الجانب الأثيوبي مستمر في بنى السد؟ يعني هقول لحضرتك ما يمكن يعني الافصاح عنه، انه هناك طبعا تنسيق ما بين الجهات المختلفه وزاره الري ووزاره الخارجيه فيما يخص هذا الاجتماع، لكن يعني نامل ان شاء الله ان تسير الامور كما يعني نامل. هل في اطراف يعني بتسعوا لادخالهم في المفاوضات، يعني حل المشاكل العالقه بين الاطراف؟
لا حقيقة في المرحلة الحالية يعني احنا 3 دول متفقين على التفاوض، وهناك آلية يعني لو حدث نوع من الاختلاف في على مستوى الوزاري بترفع للقيادات السياسية في 3 دول، هناك آلية يعني موجودة، فاحنا نعمل ان شاء الله بيكون اجتماع. طب واللي بيكلم حضرتك عن تحكيم دولي يا فندم؟ مين يا فندم اللي بيتكلم؟ يعني في خبراء بيقولوا لا كده واضح ان المساله في طريقها للفشل، فبالتالي المفاوضات لا طائل منها، فنلجا للسبل القانونيه او تصعيد المساله على المستوى الدولي، نلجا للتحكيم يعني. يعني يمكن هختصر ردي، احنا عندما يعني نجد ان هذا الطريق مغلق يعني او لا يوجد فيه التقدم المطلوب، بيبدا يعني الجهات الدبلوماسيه او السياسيه بترى المناسب يعني. لكن احنا يعني ما زالت الاجتماع القادم بنامل منه ان شاء الله يعني هذا التوافق، فيعني يمكن سابق لاوانه الحديث عن هذا. طيب سيادة الوزير، اخذ حضرتك لموضوع تاني وداخلين على يعني موجه شديده البروده وتوقعات بالامطار، فحتى من الخبر المفترض ان في اعمال تطوير لشبكات الري والصرف الصحي في اسكندريه وفي البحيره، فاعرف بحضرتك التفاصيل. يمكن يعني هناك خطة عاجلة اتحطت وبدينا نشتغل فيها، اللي هي المصارف الزراعية من ناحية تدعيم الجسور بتاعتها وتعليتها، ده جاري العمل فيه حاليا. يعني عملنا برضو نوع من التعميق لها، ومحطات وحدات الطوارئ في حالة وجود أي نوع من الازدحام فيها، لكن الحمد لله بعد النوى اللي فاتت حقيقة يمكن حصل نوع من يعني إعادة تحريك معدات كثيرة، وعملنا نوع من التأهيل، لكن إن شاء الله نحن في استعداد يعني بإذن الله لأي موسم أمطار، يعني كأسوأ بأي عام مضى الوزارات بتقوم بمهمها وبتمر الأمور إن شاء الله، فبالتالي بنطمن هناك استعداداتنا لهذا الموضوع بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور حسام المغازي وزير الري والموارد المائية، بشكرك على وجودك معنا. خبر تاني، وزارة الخارجية أعلنت أن مجلس الأمن امبارح أقر اختيار رئاسة لجانه الفرعية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس ذات الأهمية الخاصة واللي بتتطلب مراجعة دورية ومتابعة لموقف تنفيذ هذه القرارات. تم اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة متابعة نظام العقوبات الخاص بالعراق ولجنة متابعة نظام العقوبات الخاصة بالكونغو الديمقراطية. اللجنة المعنية بمكافحة الإرهاب تم إنشائها بعد أحداث 11 سبتمبر وبتعتبر أهم لجنة في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. هيرأس هذه اللجنة السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة. ومن ناحية تانية كمان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية أعلن أن السفير سامح شوقي وزير الخارجية أجرى اتصال هاتفي النهاردة الصبح مع سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي، والاتصال تناول تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية للتعامل مع الأزمة السورية والأزمة الليبية. معي على التليفون سيادة المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية. مساء الخير يا سيادة المستشار. أهلا وسهلا بحضرتك. الأول كلمنا عن دلالة اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب وإيه الدور اللي يعني المنوط بيها خلال الفترة اللي جاية. يعني في شك أنه اختيار مصر لرئاسة لجنة مكافحة الإرهاب ولجنة العقوبات الخاصة بالكونغو الديمقراطية ولجنة الخاصة بالعراق، ده دلالة على ثقة المجتمع الدولي في مصر وقدرتها على رئاسة لجان بتلك الأهمية. ما فيش شك أن لجنة مكافحة الإرهاب تعتبر من أهم لجان مجلس الأمن باعتبارها لجنة لها هيكلها الإداري المتكامل وبتتابع التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومكافحة ورصد تمويل الإرهاب والتزامات الدول المختلفة في الأمم المتحدة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. كذلك أيضا الكونغو والعراق باعتبار مصر دولة إفريقية ودولة عربية. تمام. إنه رئاستها لجنتين من أهم لجان مجلس الأمن فيما يتعلق بالعقوبات يعتبر له دلالة سياسية كبيرة. إيه حيثيات يعني الاختيار يا فندم وكواليس الاختيار تم إزاي؟ يعني هو في حوالي 18 لجنة من لجان مجلس الأمن اللي بتعنى بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن. يعني اللجان من تلك اللجان اكيد له دلاله سياسيه على ثقه المجتمع الدولي في قدره مصر على تولي مسؤوليتها في هذا الشان.
بيبقى الاختيار هنا بالاتفاق والتوافق، يعني لا يوجد تصويت. ما فيش تصويت. مفهوم. الصوت بيقطع. ايوه يا فندم. اتفضل. اللجان هنا بيبقى عضويه مجلس الامن كلها اعضاء في مجلس الامن باختيار دول. لا للاسف. طيب نحاول نرجع نكلم حضرتك مره ثانيه، معلش انا بعتذر لك ان الصوت ما هوش واضح معانا. شكرا جزيلا للمستشار احمد ابو زيد المتحدث باسم وزاره الخارجيه، ان شاء الله نرجع نتصل بحضرتك لان طبعا ده خبر مهم وعايزين نعرف ايه الدور اللي هتلعبه مصر بخصوص رئاستها لهذه اللجنه. الحادثه اللي حصلت طبعا حريق احد الملاهي في منطقه العجوزه، النهارده الشرطه تمكنت من ضبط المتهم الثالث في جريمه إشعال النار في هذا الملهى واللي كان نتيجته مقتل 16 شخص. وفقا للمصادر الأمنية المتهم الثالث اللي اتقبض عليه عمره 20 سنة، شهرته ميكا، حاصل على دبلوم صنايع وتم ضبطه في كمين تم إعداده ليه في أحد شوارع إمبابة. ده في الوقت اللي الشرطة بتجري عمليات بحث لضبط المتهم الرابع الهارب في القضية واللي تم تحديد شخصيته وعمره 20 سنة. نعرف برضو التفاصيل وإيه اللي بيحصل دلوقتي من قبل وزارة الداخلية لضبط الجناة من سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم الوزارة. مساء الخير يا سيادة اللواء. مساء النور أستاذة لبنى. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. سيادة اللواء ادينا تفاصيل بقى عن اللي تم قبضه، هو أربع متهمين ولا أكتر؟ هم المتهمين في الواقعة أربعة. تم إلقاء القبض على اثنين مساء أمس في ضوء الخطة اللي كان وجه بيها السيد مجدي عبد الفتاح وزير الداخلية لإعدادها لسرعة تحديد وضبط المتهمين. وبالفعل وفعلا أمكن لأجهزة الأمن اللي هي شاركت في هذا الموضوع اللي هو قطاع مصلحة الأمن العام، مديرية أمن الجيزة ومديرية أمن السويس، من تحديد الاثنين من المتهمين. فروا إلى محافظة السويس عقب ارتكاب الواقعة وامكن التوصل ليهم وتحديدهم. وقامت ماموريه من القاهره والقت القبض عليهم. وهو محمد عماد محمد علي وشروط حماصه، ده مواليد 95. وده كان سابق اتهامه في قضيه خطف سنه 2014. ثاني محمد عبد الرحمن زكي عبد الرحمن وشروطه المجنون، مواليد 96، وضبطت معاهم الدراجه البخاريه المستخدمه في الواقعه واعترفوا، ويعني ادلوا معلومات عن الاخرين وقالوا طبعا سبب الحريق ايه، ده هو ده بدافع الانتقام لمنعهم في اليوم السابق من دخول الملهى الليلي. وقاموا يعني باستدعاء اثنين اخرين والقوا عبوتين مولوتوف على المدخل واطلقوا عيار ناري، وامكن في وقت لاحق برضك من الضبط الثالث، وجاري ان شاء الله ضبط الرابع، وضبط مع الثالث برضك الدراجه البخاريه الثانيه المستخدمه، واعترف بارتكابه برضك الواقع وقيادته الدراجه البخاريه، وكان بيستقلها المتهم الرابع خلفه، وده ان شاء الله باذن الله جاري ضبطه خلال الساعات القليله القادمه. تم تحرير محضر واتخاذ الاجراءات القانونيه، وتم عرضهم على النيابه وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الرابع في الواقع. تمام. طيب ست اللواء بخصوص بقى المسؤوليه الجنائيه لصاحب الملهى، او انا سمعت حضرتك بتقول ان الملهى ده مرخص، لكن يعني النواحي الفنيه والامن الصناعي او وجود طفايات او وجود منافذ تهويه، كل الكلام ده هل بيتم التحقيق فيه؟ طبعا لازم يتم التحقيق فيه. النيابه العامه بتتولى تحقيق الواقعه وبتطلع على التراخيص وبتطلع على الشروط الواجب توفرها. والكلام ده كله بيبقى محل تحقيق من قبل النيابة العامة. طيب في خبر تاني معانا برضو عايز أعرف تفاصيله من حضرتك يا فندم. في الأقصر موضوع حبس خمسة من أمناء الشرطة من قوة اسم شرطة الأقصر أربعة أيام على ذمة التحقيق بخصوص طبعا قتل أحد المواطنين هناك بعد تعرضه للتعذيب. طبعا يعني القرار ده يعني زي ما قلنا ان ده يعني تنفيذا للقانون، وما فيش حد فوق القانون، القانون بيسري على الجميع. الواقعه اللي هي بتاعت وفاه المتهم طلعت شبيب نتيجه التعدي عليه، النيابه العامه كانت اصدرت قرار بحبس اربعه ضباط وضبط
إحضار عدد 5 أفراد وتعرضوا على النيابة، والنيابة قررت حبسهم 4 أيام. ده طبعا في إطار يعني زي ما قلنا إن الوزارة لا تتصدى ولا تتستر، ويعني الوقائع اللي هي تشكل خروج عن القانون يتم إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وإحنا زي ما قلنا إحنا يعني بنواجه أي أخطاء أو أي تجاوزات سواء كانت إدارية بيجرى تحقيق داخلي أو قانونية بتحل النيابة العامة. تمام، شكرا جزيلا على المعلومات سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم المساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات، بشكر حضرتك. رجع لنا مرة تانية المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، برحب بيك معنا مرة تانية يا فندم. اهلا بحضرتك استاذ رب. اهلا وسهلا. خلينا سياده المستشار، كنا بنتكلم على حيثيات اختيار مصر لرئاسه لجنه مكافحه الارهاب في الامم المتحده، خلينا نتكلم على الدور اللي ممكن تلعبه مصر من خلال رئاستها لهذه اللجنه المهمه. يعني في البدايه خليني اوضح لحضرتك انه ان مصر يعني امس توافق مجلس الامن على ان تترأس مصر 3 لجان من لجان مجلس الامن المعنيه ب متابعة بعض القرارات لتنفيذ بعض القرارات. أولا هي لجنة مكافحة الإرهاب، وثانيا اللجنة الخاصة بالعقوبات على الكونغو الديمقراطية، ثم لجنة العقوبات الخاصة بالعراق. وفي حوالي 18 لجنة منبثقة عن عمل لجنة عن مجلس الأمن. تمام. اللجان دي بتبقى معنية بمتابعة تنفيذ القرارات سواء فيما يتعلق بالالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتلقي تقارير مجلس الأمن، تقارير تلك الدول فيما يتعلق بتنفيذ تلك القرارات. لجنة مكافحة الإرهاب تعتبر من أهم اللجان الفرعية المنبثقة على مجلس الأمن، ولها هيكل متكامل وبترتبط بالتزامات معينة على الدول الأعضاء فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، فيما يتعلق بالتزامات الدول، فيما يتعلق بالتحرك الشخصيات المطلوبة، ودعم الدول للإرهاب، ورصد الشخصيات، ورصد تمويل تلك الشخصيات للإرهاب، وتتبع حسابات تلك الشخصيات في البنوك وغيرها. فتعتبر أولا اللجنة بتبقى عضوتها مسلوحة لجميع أعضاء مجلس الأمن 15 عضو، وبتترأس إحدى الدول غير دائمة العضوية أعمال تلك اللجنة. طبعا الدولة اللي بتترأس أعمال تلك اللجنة بيبقى لها دور في مخاطبة أعضاء مجلس أعضاء الأمم المتحدة بشكل عام فيما يتعلق بالتزاماتهم، تلقي التقارير الدورية الخاصة بمدى التزامهم بتنفيذ قرار مجلس الأمن اللي هو 1373 فيما يتعلق بقرار مكافحة الإرهاب، وأيضا إدارة المناقشات والتوفيق بين أعضاء مجلس الأمن، لأن قرارات تلك اللجان بتكون ليست بالتصويت ولكن بتوافق الآراء، فيجب أيضا بتبذل رئاسة اللجنة جهد كبير، جهد دبلوماسي كبير في التوفيق بين آراء أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالقرارات الصادرة عنها. هي مجرد تنفيذ ومتابعة الإجراءات والقرارات، ولا ممكن مصر يكون ليها رؤية؟ حضرتك تفضلت قلت دولة عربية إفريقية، فبتكلم على الكونغو، على العراق ومكافحة الإرهاب بشكل عام، ولا برضو لدور مصر يعني وخبرتها في مكافحة الإرهاب، يعني إحنا المعنيين بالأساس لمواجهة ده في المنطقة؟ بالتأكيد بيبقى فيه دور طبعا، ما فيش شك مع مصر تكون بتترأس هيك اللجنة، فده بيديها فرصة لطرح رؤيتها وأولوياتها ورؤيتها فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والمواقف المختلفة اللي بتعبر عليها مصر، ده بيديها رؤية معينة. ولكن اللي أنا عايز أقوله هنا أنه مصر هنا جزء من منظومة دولية معنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وبالتزام بتنفيذ ميثاق الأمم المتحدة، فهناك مسؤولية جماعية، وهنا المسؤولية هنا مسؤولية دولية. مصر هنا ما تتحدثش فقط عن مصر وموقفها الشخصية، ولكن أيضا مصر باعتبارها دولة عضو في مجلس الأمن لها التزام دولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومتابعة تنفيذ تلك القرارات. لكن ما فيش شك أنه هناك دور بتقوم به مصر، وهناك قدرة لمصر لطرح رؤيتها من خلال عضوتها في هذه اللجنة كدولة عضو في مجلس الأمن. ايه اللي حصل سياده المستشار في اتصال وزير الخارجيه بنظيره الروسي؟ الاتصال النهارده يعني تم الاتصال النهارده بالوزير سيرجي لافروف، وامس بالوزير جون كيري. الاتصالين دول مرتبطين بالتطورات الجاريه فيما يتعلق بالوضع في سوريا والوضع في ليبيا. تمام. زي ما حضرتك عارفه فيما يتعلق بليبيا هناك
مشاورات جاريه بين الاطراف الليبيه للاتفاق على الاتفاق السياسي وتشكيل حكومه الوفاق الوطني. وفيما يتعلق بسوريا هناك التزام بتنفيذ قرارات. طب داعش وسيطرتها على سرت يعني غير ازاي من الامور او ازاي هنواجه الازمه في ليبيا بالشكل ده؟ يعني بالتاكيد هناك تحدي كبير مطلوب من الاخوه الليبيين التوصل في اقرب وقت ممكن الى توافق حول اتفاق السخيرات، الاتفاق على التوقيع على هذا الاتفاق وتشكيل حكومة الوفاق الوطني. هناك بعض التحديات تواجه هذا الاتفاق، ولكن المطلوب هو أن يعني تسمو كل الأطراف فوق يعني اعتبرتها الشخصية وانتماءاتها وولاءاتها القومية. لكن ما فيش كلام عن تنسيق مصري روسي بخصوص الوضع في ليبيا، انه يعني يكون التعامل بنفس تعامل روسيا مع سوريا، يعني في ضربات عسكرية، في حاجة ممكن تحصل بالشكل ده، يعني في اي مشاورات؟ هو التركيز حاليا على مسألة تشكيل حكومة الوفاق الوطني. هي دي نقطة الانطلاق فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. بعد ذلك نقطة الانطلاق هي تشكيل حكومة الوفاق الوطني. المطلوب الآن أن الأطراف الليبية تتفق على تشكيل تلك الحكومة وعلى الاتفاق السياسي بتشكيل الحكومة المختلفة، باعتبار أن هي دي نقطة البداية لمكافحة الإرهاب في ليبيا. ولكن إذا توصلنا إلى اتفاق لا يحظى بالتوافق العام ولا يحظى بدعم المؤسسات الشرعية الليبية، فده بيمثل تحدي سنواجهه خلال المرحلة القادمة. التوتر العلاقات التركية الروسية سيادة المستشار، هل تم التطرق ليها في هذا الاتصال؟ هل مصر ممكن يعني تلعب دور تكون بديل؟ يعني إيه الرؤية؟ يعني هو طبعا التوتر في العلاقات السورية الروسية التركية ما فيش شك أن هو بيؤثر سلبا على التوافق الدولي المطلوب تحقيقه فيما يتعلق بالأزمة السورية وتنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها في مؤتمر فيينا. ولكن لم يتم التطرق في الحديث الذي تم بين وزير سيرجي لافروف ووزير شكري إلى هذا الجانب. التركيز كان بالأساس على المؤتمر المزمع عقده في المملكة العربية السعودية في الرياض في منتصف الشهر الحالي للمعارضة السورية، كيفية ضمان مشاركة كافة أطياف المعارضة السورية، كيفية ضمان تشكيل وفد تفاوضي موحد للمعارضة السورية للتفاوض مع النظام السوري في تحت رعاية الأمم المتحدة. هذا هو المطلوب التركيز عليه حاليا، وأن يتم أن تعلو المعارضة السورية فوق انتماءاتها الشخصية وانتماءاتها القبلية والطائفية، وأن يتم التوافق على حد أدنى من النقاط محل الاتفاق. تمام، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية. نروح لموضوع تاني، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل موجود من امبارح في قمة الصين أفريقيا اللي بتعقد بجوهانسبرج علشان مصر يكون ليها دور أو نصيب من استثمارات الصين في القارة الإفريقية. نعرف تفاصيل أكتر عن هذه القمة أو طبيعة اللقاءات اللي قام بيها رئيس الوزراء هناك من أستاذ منصور كامل محرر شؤون مجلس الوزراء بالمصري اليوم متابع للقمة الإفريقية الصينية. برحب بحضرتك معنا أستاذ منصور. مساء الخير يا أستاذ لبنى. أهلا وسهلا بيك أستاذ منصور. يعني قول لي بقى من متابعتك إيه اللي بيحصل، كلمنا عن القمة، إيه النشاط اللي قام بيه رئيس الوزراء هناك؟ هو زي ما حضرتك أشرت كده، القمة الإفريقية الصينية بتعقد منذ أمس في مدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية بمشاركة كبيرة جدا، حضور حوالي 37 من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الأفريقية. وطبعا كانت الدعوة موجهة إلى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في هذه القمة، ولكن تم يعني اعتذر وأناب عنه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور الاجتماعات. وكان طبعا هناك نشاط مكثف للسيد رئيس مجلس الوزراء منذ وصوله، شمل عدد من اللقاءات اللي عقدها مع بعض رؤساء الجمهوريات وبعض رؤساء الوزراء، اخرها يمكن كان لقائه مع رئيس جمهوريه النيجر اليوم، وكمان مشاركته في معظم الجلسات التي عقدت في هذا المؤتمر. هناك يعني اهميه لهذا المؤتمر بالنسبه لمصر في ناحيه، من الناحيه الاولى ان الرئيس الصيني امبارح اعلن عن ضخ استثمارات ضخمه في القاره الافريقيه تبلغ 60 مليار دولار خلال الفترة القادمة، وبالطبع مصر بتركز على أن يكون لها نصيب من هذه الاستثمارات،
يمكن كان في لقاء مهم جدا عقد المهندس شريف اسماعيل مساء امس مع الرئيس الصيني، وتم فيه التركيز على دور مصر في منطقه الشرق الاوسط، وايضا على عرض المشروعات الكبرى اللي مصر بترغب في ان يكون الصين لها يعني نصيب فيها، وخاصه في مشروعات قناه السويس. كمان كان في تنسيق حوالين مكافحه الارهاب. حضرتك اشرتي الى موضوع فوز مصر برئاسه احدى اللجان في مجلس الامن المعنيه بمكافحه الارهاب، وطبعا الصين عضو دائم في مجلس الامن، فبالتالي سيكون هناك تنسيق ما بين الجانبين المصري والصيني فيما يتعلق بمكافحه الارهاب. ايضا الرئيس الصيني سيزور القاهره في يناير المقبل، وهناك حديث عن 10 مشروعات كبرى سيتم التوقيع عليهم خلال زياره الرئيس الصيني والى مصر، ولقائه طبعا مع نظيره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهتكون فرصه مهمه جدا لعرض فرص الاستثمار والتوقيع على عدد من عقود الاستثمار المهمه. الصين كمان اعلنت عن مبادره مهمه جدا خلال امس بتتمثل في تنميه 100,000 قريه في على مستوى القاره الافريقيه، وده رقم ضخم جدا طبعا، وهيتم تمويلها من استثمارات وموارد صينيه بحته، ومصر بتنسق مع الجانب الصيني في هذا المجال. ومنذ قليل انتهت الجلسه الختاميه للمؤتمر، ورئيس الوزراء حيستعد للمغادره عائدا الى القاهره. شكرا جزيلا منصور كامل، محرر شؤون مجلس الوزراء بالمصري اليوم، شكرا على المعلومات. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع مره ثانيه نتابع اخبار. نرحب بحضراتكم معانا مره ثانيه، نرجع لاخبارنا. ويعني في البعض بيقول ان دي اول ازمه ما بين البرلمان وما بين الحكومه، موضوع اقاله او استقاله امين عام مجلس النواب. النهارده تقدم حوالي 32 من اعضاء مجلس النواب تقدموا بمذكره في مجلس الوزراء للمطالبه بضروره رفض استقاله الامين العام لمجلس النواب اللواء خالد الصدر. ابرز النواب اللي تقدموا بطلبهم النائب مصطفى بكري، سعد الجمال، توفيق عكاشه واخرين. نعرف ايه اللي حصل في اللقاء أو يعني تقديم المذكرة لمجلس الوزراء من أستاذ مصطفى بكري معانا على تليفون. مساء الخير يا سيادة النائب. مساء الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أولا إيه اللي حصل يا فندم؟ يعني الحقيقة بعد قرار ما أسمي باستقالة اللواء خالد الصدر الأمين العام، اتصلت بمجلس الوزراء وسألت على رئيس الوزراء لسه في جنوب أفريقيا، فحددنا لقاء مع السيد اللواء عمرو عبد المنعم الأمين العام لمجلس الوزراء، وكنا بالفعل حوالي 30 نائب، والتقينا معه وشرحنا له الوضع من الناحيه القانونيه استنادا الى الماده 51 من قانون مجلس النواب، والماده 406 من اللائحه الداخليه اللي بتعطي هيئه المكتب سلطه التعيين او اقاله الامين العام. وطلبنا منه بالفعل يعني في اي قرار يتاخذ الى سلطه البرلمان، باعتبار ان البرلمان نشا وتوجد والانتخابات انتهت ولم يبقى سوى عقد الجلسه. تمام. تكلمنا الحقيقه عن الوضع السياسي وماذا تعني هذه الرساله. الراجل وعدنا انه حيرفع هذا الكلام من السيد رئيس الوزراء، ثم التقينا بالمستشار مجدي العجاتي وقعدنا معاه ايضا جلسه مطوله. الراجل اعرب عن تقديره واحترامه للواء خالد الصدر، وقال ان المساله مرتبطه بمساله تنص الحقوق باعتبار ان دي يعني بطاقه الوظيفه او المسمى الوظيفي. مرتبطه بايه يا فندم؟ المساله مرتبطه بايه؟ مرتبطه بضروره حصوله على لسانس حقوق استنادا الى المسمى الوظيفي، فاحنا قلنا له فلنترك هذا الامر لحين عقد مجلس النواب جلسته الاولى، وهيئه المكتب تكون هي المرجعيه في هذا الامر. فالحقيقه هو وعد احد انه سيبلغ السيد رئيس الوزراء بهذا الامر، وانه وطلب مننا ان احنا هنبقى في تواصل. يبلغ رئيس مجلس الوزراء بالامر ده؟ هو ده مش قرار اصلا يعني مستشار مجدي العجاتي، هو قراره بالاساس مش كده؟ ما هو المستشار مجدي العجاتي الوزير المفوض، لكن القرار قرار اصيل لرئيس الوزراء استنادا للماده 51 من قانون مجلس النواب. تمام. المهم منذ قليل وجدت السيد المستشار الوزير مجدي العجاتي بيكلمني بيقول انه بيحاول يتصل بالسيد اللواء خالد الصدر انما ما اتصلش، فبيقول لي اذا اتصلت بيه ابلغه اما يعني ان سيادته عايز يكلمه على اساس يرجع بكره. طيب. يمسك مهام مكتبه وهو حيتولى ابلاغ السيد رئيس الوزراء.
فالحقيقة يعني احنا منتظرين اتصال هيجري بين السيد المستشار مجدي العجاتي. يعني الكرة دلوقتي في ملعب اللواء خالد الصدر، يعني انا فهمت من كلام حضرتك المستشار مجدي العجاتي خلاص هيتراجع عن هذا القرار بدليل اتصاله ب النص قال يرجع بكرة لمكتبه ومهمته، وانا هتفاهم هتكلم مع السيد رئيس الوزراء. هذا هو ما ابلغ، هذا يعني باختصار انه هيرجع يمارس مهامه. هيرجع مكتبه هيعمل ايه؟ مفهوم. طب هيرجع يمارس مهامه. فالحقيقه يعني احنا يعني هذا الموقف ان شاء الله عندما يتم بالفعل بنشكر بالفعل الوزير وبنشكر الحكومه على قرارها اللي ده. يبقى كده انتصار لمجلس النواب، يعني في اللي قال ده كده الحكومه بتجس نبض المجلس يعني. لا انتصار ولا هزيمه، انما احنا اسره واحده لينا مهام من البرلمانيه وهم لهم مهام تنفيذيه. مهام من البرلمانيه في صيغ وقرارات ولائحه تحكم ادائنا وقوانين ودستور، وايضا اللجنه كذلك الحال السلطه التنفيذيه. انا اتصور انه يعني هذا الكل يقدر اللواء خالد الصدر ويقدر عطائه ويقدر اداؤه، اولهم الحقيقه سياده المستشار مجدي العجاتي بما اعرب عنه به اليوم في اللقاء مع الساده النواب اللي هم اكثر من 30 نائب اليوم، وباستجابته السريعه كمان. تمام. نعم. شكرا، دي بدايه مهمه جدا. كويس يا فندم، شكرا سياده النائب مصطفى بكري، شكرا على وجودك معنا. مؤسسة الأهرام نظمت مهرجان بعنوان مصر تنطلق بحضور 5 وزراء منهم وزير الزراعة، التموين، الري، التنمية المحلية. والمهرجان أو الحدث ده الهدف منه تكريم أبطال الإنتاج الزراعي والحيواني والثروة السمكية. نتابع. 18 مليون مزارعا تخدمهم 20,000 جمعية تعاونية من مختلف أرجاء مصر. ومن عراقة الحركة التعاونية المصرية التي تمتد لأكثر من 70 عام جاء تكريم 100 من أبطال الإنتاج الزراعي. الحركة التعاونية المصرية تمتد مسيرتها لنحو 110 عاما، وتضم في خريطتها نحو 20,000 منظمة تعاونية شعبية ذات أهداف اقتصادية واجتماعية في جميع مجالات الأنشطة الزراعية والثروة المائية المختصة بالصيد والاستزراع السمكي والاستهلاكية المعنية بتوفير مختلف السلع بأسعار منافسة والإسكانية لتوفير مسكن ملائم ومنخفض التكلفة، وأخيرا الإنتاجية الحرفية والصناعات الصغيرة. الحاج يوسف الرجل السبعيني الذي فاز بجائزة التكريم الذي حمل عنوان مصر تنطلق لقيامه بزراعة ما يقرب من فدان ونصف مساهما في الإنتاج المحلي من قصب السكر. شعوري النهارده يعني سعادة اني انا انتجت 76 طن للفدان، لان الفدان مقدره 45 طن، اقصى حاجة 45 طن كانت مقدرة شركات السكر ب 45 طن. فطبعا لي سعيد كوني انا انجزت يعني الفدان باكثر من فدان ونص. كما كرم عددا من المزارعين بشهادة شراء اسمدة قيمتها 3,000 جنيه وشهادة استثمار قدرها 2,000 جنيه. مكرم عن انتاج البطاطس واصل بالانتاج الى 30 طن من الفدان. ومن المقرر ان يعقد اليوم التكريمي مصر تنطلق بشكل سنوي تكريما للفلاحين على مسيرتهم الانتاجيه. امال وهموم المزارعين المصريين في ظل ارتفاع اسعار الاسمده وانخفاض العائد من المحاصيل تتشاطره الحكومه مع الجمعيات التعاونيه في يوم تكريم الفلاحين الاعلى انتاجا والجمعيات الاكثر مشاركه. هاله انديل، الحياه اليوم. ونيابة وسط القاهرة الكلية أمرت النهاردة بحبس رجل الأعمال المندوه الحسيني ومدير جمعية أهلية 15 يوم على ذمة التحقيق. بحسب تحقيقات النيابة اللي بدأت يوم الأربعاء اللي فات، الرقابة الإدارية تقدمت بمحاضر وبتحريات وأوراق بتفيد بوقوع جريمة رشوة لترسية مزاد بيع قطعة أرض في هضبة الأهرام. والتحقيقات ما زالت جارية ومطلوب استدعاء شخصيتين تانيين من بينهم لاعب كرة شهير سابق للاستماع لأقواله. نرجع بس لموضوع وزارة الداخلية والكلام اللي بيتقال عن تعذيب بعض المواطنين، وطبعا في وقائع جادة بالفعل ومحل تحقيق، ويمكن اتكلمنا على الخبر المتعلق في الأقصر وحبس 5 أمناء شرطة وضابط على ذمة التحقيق. كان في برضو خبر اتنشر على كتير من المواقع والجرائد بخصوص أقوال فتاة اسمها هاجر محمد إبراهيم، عندها 17 سنة وكانت بتقول انها تعرضت للتعذيب والإهانة والتحرش بها كمان في اسم تاني شبرا الخيمة. خلونا نسمع أقوال أو رأي المحامي الخاص بيها في الواقعة دي. أنا
اسمي أجر محمد إبراهيم عبد العال. جم خدوني الحكومة يوم الخميس الفجر، نزلت قعدت تحت في الاستيفاء لحد الصبح لحد الساعة 8. رحت الوكيل النيابة قالت علي بكرة عودة للتحريات بتاعت المباحث. جام دخلني مكتب محمد برشاد، واحد اسمه ضابط اسمه حسين، قام جاي قعد يضرب فيا. ما شفتش فيه اي حاجه في جسمها او في وشها، لو كان في حاجه كنت انا ثبتت على طول في النيابه ان انا اعرضها على الطب الشرعي لتعذيبها، لكن هي اتعرضت يوم 26، خدنا تاني يوم على طول عدم صحه وقعه، خرجنا اخلاء سبيل عادي جدا، اتكشف عليها في بنها يوم السبت كانت خارجه طبيعي زي اي حد. البنت دي اصلا جت النيابه اهلها ناس طيبين وغلابه، في حد ورا الموضوع ده؟ لان انا ما شفتش فيها اي اصابه ولا خدوش ولا جروح ولا اي حاجه، لو فيها خدش كنت انا ثبتت في النيابه على طول ان انا اعرضها على الطب الشرعي. ومين اللي اذاكي؟ كان وكيل النيابه هيسال سؤال مين اللي عمل الموضوع دوت، هتقول فلان وفلان. يعني انت حسيت ان هي هاجر هي اللي سرقتك؟ مفيش غيرها، لان انا كنت مغيره اللي ما تعرفوش ان انا مغيره مفتاح الباب تحت قبلها باسبوع. طب احنا يعني شفنا على المواقع والتواصل، مواقع التواصل الاجتماعي، ان هي فردت موضوع وقالت ان هي كان داخل الاسم اتعذبت وظباط عذبوها والكلام ده كله. لا انا ما شفتش فيها اي تعذيب خالص ولا اي حاجه. هي واقفه يمكن كانت عينيها بكحة عني انا يا اللي خليتها قدام وكيل النيابه، وكيل النيابه يشهد بالواقعه دي ويشهد بذلك اللي حصل قدامي. طيب انا بقول فرده دراعها كده على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول انها مضروبه على ابوها ضربها قبل كده على كتفها مرتين اتنين، وراح مستشفى النيل واتخلع كتفها، ومرتين اتنين ربط لها كتفها، والكلام ده يثبت في مستشفى النيل. هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع انخفاض في درجات الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة، وإن هيكون في طقس مائل للبرودة شمالا، معتدل جنوبا، شديد البرودة ليلا. نفهم بس حالة الجو وإيه التوقعات خلال الأيام اللي جاية زي ما هيئة الأرصاد بتقول. من دكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية معانا على التليفون. مساء الخير دكتور أحمد. أهلا وسهلا أستاذة لؤي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كده شتاء رسمي ولا إيه يا دكتور؟ أنا بكده. أكيد بقى يعني. فعلا رغم إن إحنا في نهاية فصل الخريف، إلا إنه إن الفصل الخريف في نهايته بيشابه كتير فصل الشتاء، وبدأت فعلا بوادر الشتاء تظهر، وده تقدم نتقدم مناخيا قبل أن يكون حسابيا. ان المناخ ان فعلا الشتاء دخل بدري يعتبر، لان بدات درجات الحراره في الانخفاض، نشاط للرياح، ده كل دوام بيحسسني بانخفاض اكتر في درجات الحراره. بتتكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على السواحل الشماليه الغربيه والشرقيه، يعني مرسى مطروح، اسكندريه، تصلي الى بورسعيد، تصلي الى العريش، رفح المصريه، تدخل على بعض محافظات الوجه البحري زي البحيرة، دمنهور، كفر الشيخ، طنطا، المنوفية، بعض هذه المنصورة. كل هذه المحافظات عليها أمطار خفيفة. وبالنسبة للقاهرة فتتكاثر السحب وتحجب الشمس، وده بيؤدي إحساسنا في انخفاض حرارة أكتر نتيجة عدم سطوع الشمس. طيب الأمطار أخبارها إيه كده يا فندم مرة تانية بقى؟ هتكون بس الأمطار على الأماكن السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري، وهتكون أمطار خفيفة، لكن الحاجة الملحوظة هو الانخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح. طيب لما حضرتك يا دكتور تقول كده الشتاء داخل بدري، ده معناه إن احنا نتوقع شتاء يعني شديد البرودة؟ يعني يقولك بقى تغيرات مناخية، فالصيف كان حر قوي يبقى الشتاء برد قوي. هو فعلا ده من المتوقع في التنبؤات الفصلية، توقعات إن فعلا نتيجة تأثير التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية، إن احنا هنشهد شتاء قارس البرودة مع فرص سقوط الأمطار غزيرة في بعض الأوقات، تصل إلى حد سيولة على بعض المحافظات الجبلية. اللي بيستخدموا الطرق أو السفر أو يعني الساعات المبكرة من الصباح، يعني هل في شبورة؟ إيه تحذيرات؟ طبعاً إحنا بنحذر من وجود الشبورة في الصباح الباكر، وأيضاً عايزين نقول للسادة المشاهدين إن إحنا فعلاً دخلنا الشتاء، بنبدأ بقى نتقل في الملابس، نلبس ملابس شتوية. أيوة. خاصة لأن درجات الحرارة الصغرى بتبقى منخفضة جداً، تصل في القاهرة إلى 9 درجات. 9
طيب كده اقدر اقول لك مش عارفه يعني ده مكمل معانا يعني مش مثلا كام يوم والجو يتعدل شويه ولا خلاص ده شهر 12 بقى؟ يعني انت عارفه حضرتك هي بتبقى ايه يعني لو حصل اعتدال مش هيحصل اعتدال ان نوصل مثلا درجات فوق ال 25 و 26 على القاهره مثلا لا يعني هيبدا مثلا توصل 20 21 وبعدين تنزل ثاني 18 17 ولحد ما يدخل الشتاء وتبدا فيه الانخفاض المعهود على فصل الشتاء. طيب كل شتاء وانت طيب يا دكتور احمد. شكرا كل سنه وحضرتك طيبه. ميرسي يا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. شكرا جزيلا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل بقى نتكلم عن المشهد السياسي، البرلمان المتوقع والمنتظر منه، اللي حصل النهارده مع المستشار مجدي العجاتي، تركيبه البرلمان، التحالفات، مين هو رئيس البرلمان القادم، قراءة في المشهد بشكل عام مع أستاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن وأستاذ أحمد ناجي قمحة رئيس وحدة بحوث الرأي العام بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية اللي هيشرفونا بعد الفاصل في الحياة اليوم. نرحب بحضراتكم معنا مرة تانية. دلوقتي بقى عندنا برلمان، من حق أي مواطن أنه ينتقده أو يمدحه، لكن الأهم أن مصر نجحت. نجحنا على الرغم من كل الصعوبات، التحديات، العمليات الإرهابية اللي واجهتنا، أن احنا نكمل خارطة المستقبل بتحقيق الخطوة الثالثة واستكمال مؤسسات الدولة. لكن طبعا كل العيون دلوقتي متجهة للبرلمان والأولى جلساته بعد أيام إن شاء الله، ومنتظرين نشوف برلمان يقدر أنه هو يتعامل مع التحديات اللي بنشوفها ويلبي طموحات المواطن المصري. هيعمل ايه البرلمان؟ ايه الدور المستنيين؟ ازاي المواطن برضو يتابع ويقيم اداء نوابه؟ شكل المجلس من الداخل، شكل التحالفات، الخريطة السياسية، مين هو رئيس البرلمان؟ حاجات كتيرة قوي منتظرين ان احنا نشوفها، هنحاول نتكلم فيها مع ضيوفنا. برحب بهم في الحياة اليوم، استاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن. مساء الخير استاذ محمود. اهلا وسهلا بيك. استاذ احمد ناجي قمحة رئيس وحدة بحوث الرأي العام بمركز الأهرام، أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. الحمد لله. أستاذ محمود، طبعا الكل دلوقتي عمال يتكلم على البرلمان، يقول هيعمل ايه، بدأت دلوقتي بعض المشاكل كده والخناقات يقول لك هيكون ليها دلالة على البرلمان وعلى أدائه. وأول أزمة اللي هي موضوع أمين عام المجلس واللي حصل من عدد من النواب، والمستشار مجدي العجاتي زي ما سمعنا أستاذ مصطفى بكري من دقايق أنه لا والله الموضوع في طريقه للحل وإن هنتراجع عن هذا القرار. شايف دي أزمة حقيقية مفتعلة كان فيها جس نبض ولا لا والله يعني قرار عادي تم اتخاذه؟ لا طبعا، يعني دي من الحاجات الغريبة كده في البلد، اللي هي يعني إن قبل ما البرلمان ينعقد بكم يوم فتلاقي أمين عام البرلمان بيتغير ويتقول لك أصل معوش لسانس حقوق. أولا أنا لا أعتقد إن اللائحة بتنص على ذلك. ثانيا ان اللائحة اصلا اتلغت، لان الدستور يعني لو هو موجود في اللائحة فاللائحة اتلغت. ثالثا الراجل ده بقى له سنة وثلاث شهور ما افتكروش موضوع ان معوش لسانس حقوق الا قبل البرلمان باربع خمس ايام. حاجة كده يعني، حاجات من الحاجات اللي ايه العجيبة كده، اللي هو تقعد تثير علامات استفهام اكتر ما تجاوب على. يعني المفروض الناس دلوقتي بتتأهل لاستقبال البرلمان وال تشكيل هيئات المكاتب وعملية إدارة البرلمان عملية صعبة على عكس ما الناس بتتخيل. هي إدارة البرلمان فيها يعني أجزاء كثيرة فنية مش كلها سياسية. يعني لما يكون عندنا لجان 19 لجنة وعدد كبير من موظفين المجلس هم بيمثلوا الدعم الأساسي للنائب أو المساعدة أو الخبرة للنائب في المعلومات، في جهاز إداري كبير، لأن النائب ده المفروض يخش يلاقي حاجات كثيرة جدا بتساعده. ما ينفعش إن نيجي على رأس هذا الجهاز قبلها بيومين كده وناخد قرار زي دوت وتبقى الحجة، وبعدين برضو بنتبع نفس الطريقة بتاعت كل حاجة في البلد. المستشار مجدي العجادي يجيب واحد كان شغال معاه في لجنة، مع تقديري للمستشار أحمد سعد، لكن يعني يجيب واحد كان شغال معاه في لجنة الفتوى. يعني برضو في النهاية نتحدث عن مش مثلا لو انا مثلا راجل بيطرح اعلان وبيطرح مواصفات وبيطرح لهذا المنصب ماشي اوكي، لكن برضه جاب حد هو عارفه او هو بيثق فيه او كان شغال معاه. الطريقه اللي هي المعتاده في اداره الامور دي مفيش حد عايز يبص
اكتر من الاوضه اللي قاعد فيها او من بس كده من اجنت التليفوناته. الحكومه شايفه انها هتكمل، محدش يقول لا، عايزين حد يكونوا متفاهمين معاه وعارفينه، فكده الحكومه على ثقه انها مكمله في. انا ما اعتقدش ان هذا البرلمان يعني هيمنع الثقه على الحكومه، انا اعتقد انه هيجدد الثقه في الحكومه. بس الحكومه مش هينفع تمشي بالطريقه اللي هي ماشيه بيها، ده اللي هيفرق يعني. يعني الاداء الحكومي اللي هنا الرهان على النواب بقى. الاداء الحكومي اللي في بعض الوزارات باهت شويه، والوزراء اللي احيانا ما بيلاقوش حد يحاسبهم، الامور مش هينفع تكمل كده يعني. لا يعني اعتقد، وحضرتك يعني خدي الكلام ده مني، الاداء الحكومي هيختلف بعد تشكيل البرلمان، لان الوزير هيبقى عارف ان في 600 عين يعني مفتحه له وعايه بتشوفه وبتراقبه بيعمل ايه، فادائه هيختلف. يعني الوزراء في الفترة اللي فاتت، لأن معظمهم جم في فترات انتقالية، فكلهم أدائهم يعني التنفيذي، ولا حد بيمضي ولا حد بيطلع يبلغ، محدش مهتم كمان بالرأي العام. احنا عندنا حتى رئيس الوزراء حتى الآن ما أجراش أي حوار. الفترة الجاية بعدين احنا ربنا كاتب على البلد، لإما المهندس إبراهيم اللي كان يعني جولات شو كتيرة، لإما المهندس شريف اللي بيتكلمش خالص، مفيش حد وسط يعني مفيش حد تفصيل. طيب خلينا نروح لأستاذ أحمد. وأستاذ محمود كان بيتكلم على الرأي العام، حضرتك رئيس وحدة بحوث الرأي العام في مركز الأهرام، الرأي العام شايف إزاي البرلمان القادم؟ يعني شايف إزاي أداؤه؟ وبرضه هاخد من كلام أستاذ محمود لما بيقول توقعوا إن الحكومة أداءها يختلف، ده يتوقف برضه على البرلمان أو على قوة البرلمان اللي البعض بيشكك فيها من الأول، بيقول لا ده مش هيكون أصلا برلمان معارضة أو برلمان يقدر يحاسب ويقاوم الأداء. هو في الأول بس استكمالا للنقطة بتاعت السيد الأمين العام لمجلس النواب، لا السيد خالد الصدر معاه لسانس حقوق، معاه لسانس حقوق، والسيد خالد الصدر المشروعات اللي عملها لتطوير الأمانة العامة لمجلس النواب وإعداد الهياكل الجديدة اللي بتشتغل، منها إعداد مثلا لينا كإعلاميين أو كصحفيين في قاعات مجهزة النهاردة مش موجودة، يعني قاعات الصحفيين نفسهم والإعلاميين هيفوقوا بأنها موجودة مع بدء عمل البرلمان، تساعدهم وتسهل كتير جدا من العمل. بتقول كلام مهم وخطير يا فندم استاذ احمد، يعني مع لسانس حقوق ودي الحجه بتاعت مش المجد العجاتي علشان فيبقى المساله شخصيه بقى ولا ايه؟ معايا درس. لا ما انا معرفش، انا بكمل الاول. لسانس حقوق دي معلومه مؤكده. وبعدين هو الجزء الثاني المتعلق بالنواب، لان اتقال على النواب اكتر من مره ان النواب محتاجين تدريب. في بقى شغلين للنواب دلوقتي، يعني في قلب الامانه العامه شقين هيساعدوا النواب، مساعده فنيه، ده مساعده فنيه لتسهيل المعلومات الفنيه اللي هيحتاجها كل نائب عن طريق وحده دراسات راي عام معموله في قلب المجلس نفسه، علشان النائب يقدر يعرف اتجاهات راي العام في دايرته ايه، احتياجاتها واحتياجات الراي العام على مستوى الجمهوريه احتياجاتها. وحاجه اسمها المساعد البرلماني، المساعد البرلماني ده فريق عمل اقرب لفريق العمل اللي بيشتغل في الكونجرس او في الديمقراطيات العالميه، يعني ان هو فريق العمل ده طبعا هم بره بيبقى كل نائب هو اللي بيكون فريق العمل بتاعه، انما هنا مجلس النواب ايمان منه بان هو، او الامين العام ايمان منه بان هو كان عايز يقدم خدمه نوعيه مختلفه للساده النواب الجداد، وكان المتوقع من الشكل العام قبل ما تبتدي العمليه الانتخابيه كلها ان المخرج مش هيكون على قد التوقعات اللي احنا عايزينها، فتم اعداد برنامج المساعد البرلماني ده وتوفير وتجهيزه بعدد من الباحثين القائمين في كل مجالات العلم، يعني في الاقتصاد والسياسه والقانون والاحصاء، ان هم مهمتهم كلهم ان هم يمدوا النائب بالتشريعات ويمدوه بالمعلومات اللي تتوافر مع القضيه اللي بيتم مناقشتها، بحيث ان هو تبقى عنده رؤيه متكامله عن الملف اللي هو هيشتغل عليه. طيب معلش ارجع بس الاول، هناخد الشق الثاني، ان اللي هو خالد الصدر عشان باكد على دي، لان برضو دي معلومه اول مره نسمعها، وده سبب الاقاله ان هو ماهوش معاه لسانس حقوق. لا معايا يا فندم حضرتك. خلاص لا معايا خلاص مش هنشكك، لكن ده معناه ايه؟ يعني ان وزير العداله الانتقاليه يقول الكلام ده، هو مش وزير العداله، قصدي وزير شؤون مجلس النواب يقول الكلام ده وبعدين يعني ياخد قراره على هذا الاساس، يتم التراجع عن القرار بناء على زياره عدد من الاعضاء النهارده، عدد من النواب، يعني شايف دي أزمة مقصودة ولا إيه؟ أنت تقييمك ليها إيه؟
انا ما اقدرش اتدخل طبعا في 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 فيما لا فيما لا اعرفه او ما لا يحق لي ان انا اتكلم فيه, بحكم ان انا حتى في فتره من فترات كنت المتحدث الرسمي باسم وزير العداله الانتقاليه السابق المستشار ابراهيم الهنيدي. لكن انا كل اللي اقدر اقوله حكمي في الفتره اللي انا اشتغلت فيها ان كان المستشار ابراهيم الهنيدي بيؤدي عمله على اكمل وجه, وكان السيد الامين العام بيؤدي عمله على اكمل وجه, وكان في نوع من انواع التكامل الغريب لتحقيق المصلحه العامه بتاعه المجلس القادم. ده اللي انا شفته الفتره اللي انا قعدتها, فتره صغيره ممكن ما تكونش فتره كبيره 4 شهور, انما على الاقل في خلال الاربع شهور دول كان في انسجام كامل, كان في تعاون قائم بين الطرفين, كان في تذليل لكل العقبات اللي بتطلب من السيد الامين العام علشان تسهيل مهمته في اعداد الجو العام بتاع المجلس لكي يعمل المجلس في اجواء مناسبه يستطيع من خلالها ان هو يزيد من انتاجيته في مجال التشريع ومجال الرقابه على الحكومه. تمام. طيب خلينا نتكلم على ان البرلمان اللي جاي وفقا لحضرتك بتقوله هيكون فيه مكاتب فنيه لمساعده النواب. تتوقع برلمان وفقا للمعطيات اللي على الارض وتشكيله ان يكون برلمان قوي يملك ادواته, ولا برلمان ينقصه الخبره والتدريب, وهل احنا محتاجين بس المكاتب دي ولا لازم الداخل يكون مالك ادواته بنفسه؟ لازم نفهم كويس جدا برضو ان دي القماشه اللي طلعت عندنا في الاخر. القماشة دي نتاج مصري, وانتاج مصري يعني انتاج خبرة العمل في المجتمع المصري على مدار سنين طويلة جدا. يعني معظم النواب دول على تماس, يا بعائلات عريقة كانت في البرلمان, عائلات لها اسم في البرلمان, يا أبناء صف تاني من نواب سابقين, يا نواب سابقين كانوا في البرلمان ويضاف عليهم مجموعة جديدة. الإشكالية عندنا طبيعة عمل البرلمان كانت عاملة إزاي قبل 2011, وطبيعة العمل البرلمان بعد 2011 هتبقى عاملة إزاي. نحن ما نقدرش نقول على برلمان 2012 ده أنه كان برلمان. فالبرلمان طبيعة عمله مختلفة, طبيعة القضايا اللي هيناقشها مختلفة. مؤكد أن مش ده الشكل المثالي لبرلمان مصري بعد ثورتين حصلوا في الدولة المصرية, انما المؤكد ان هم دول القماشه الطبيعيه, الافراز الطبيعي لمدخلات المجتمع المصري اللي ادت بينا في النهايه الى هذا الشكل. الاهم من ده ان كل داعين الى مقاطعه هذا البرلمان واللي ما شاركوش في هذا البرلمان واللي ما طرحوش نفسهم في هذا البرلمان يا يندموا النهارده ان هم حجبوا نفسهم, يا يتفضلوا ويسكتوا علشان البلد تقدر تتقدم. كل ما نقدر نقدم للناس دي مساعدة نقدم لهم مساعدة, لأن احنا عندنا حقيقة تجربة فريدة. يمكن لما نستعرض الأرقام بتاعت النتائج اللي أعلنت امبارح هنقدر نفهم تجربة فريدة في ايه. عندنا أحزاب كافحت, عندنا أحزاب تعبت, مش صحيح ان احنا في عندنا مشكله في الاحزاب, في ايجابيات في المشهد لكن في سلبيات, وخليني اخد راي استاذ محمود فيها. موضوع المال السياسي والرشاوه الانتخابيه, لكن خليني اشير الاول لبيان صدر من المستشار الاعلامي لرئيس حزب الوفد بخصوص تصريحات رئيس الحزب دكتور سيد البدوي على اليوم السابع, وقال معتز صلاح الدين اللي هو المستشار الإعلامي إن هذه تصريحات غير دقيقة. كلام اتقال على لسان رئيس الحزب الوفد إن الحزب المصريين الأحرار ومستقبل وطن قاموا بشراء نواب نجحوا من الوفد. فالكلام ده قال عن المستشار الإعلامي اللي اتنشر في اليوم السابع غير دقيق لسببين. أول سبب إن الإجراء ده مخالف للقانون وللدستور, والسبب الثاني لعدم دقة النقل لأنه من غير الممكن إن رئيس الوفد يسيء لنوابه بزعم شراهم من قبل أحزاب تانية. ويعني في بعض الكلام بقى بخصوص أنه في 15 نائب نجحوا بالفعل في المرحلة الأولى باسم أحزاب تانية غير حزب الوفد, وبناء على بيان من لجنة التنظيم وشؤون العضوية هم أعضاء في حزب الوفد وليهم استمارات عضوية. المهم يعني أن المستشار الإعلامي لحزب الوفد بيقول أن الكلام ده ما يقولوش رئيس الحزب لأنه إهانة لنواب الوفد والاستحالة هذا الأمر مرة تانية لمخالفته للدستور وللقانون. لكن الكلام ده أستاذ محمود يرجعنا فعلا, كنا بنتكلم في ليلة الانتخابات في المرحلة الأولى عن المال السياسي, وقلنا طول عمره موجود في مصر وفي كل الانتخابات, لكن المرة دي كان بشكل يعني صارخ. يعني خليني أقول إن المال السياسي فعلا زي ما حضرتك بتقولي كان صارخ, لكن مش عايزين ظاهرة المال السياسي تطغى على المشهد, لأن في نماذج نجحت وكانت في مواجهة المال السياسي وقدرت ان هي تنجح وما قدمتش فلوس. يعني انا اذكر منهم مثلا
عدد كبير من النواب يعني كانوا بيواجهوا المال وقدروا ان هم ينجحوا بلا اموال. انا كاتب بكره مقال في الوطن عن تحليل المشهد الانتخابي او تحليل نتائج الانتخابات، بقول ان في اربع عوامل كانت مفتاح الفوز. الخدمات، يعني في نواب قدروا ينجحوا بالخدمات اللي قدموها للدايره وارتباطهم بالناس. الامر الثاني المال طبعا كان عامل مؤثر. الثالث الجنرالات، يعني الناس اللي هم كانوا في اللي كانوا يعني لواءات او ضباط سابقين في الجيش او الشرطه كان عليهم اقبال بطريقه كبيره. يعني احنا نذكر ولاول مره بيخوضوا الانتخابات، يعني عندك مثلا لواء حمدي بخيت، تامر الشهاوي، مدحت الشريف، سلامه الجهري، علي الدمرداش في المطريه، حاتم بشار في وسنا، يعني كلهم كانوا لواءات جيش وشرطه، وده يدل على ان الناس يعني الصوره الذهنيه للجيش والشرطه عند الناس بقت كويسه جدا. خلي بال حضرتك لما ترجع ل 2010 كان احد اهم الانتقادات اللي في 2010 ان في عدد كتير من لواءات الشرطه كانوا داخلين. صحيح. لكن طبعا اكيد دخلوا بطريقه غير اللي هي دلوقتي. دلوقتي الناس نزلت وبتعرض نفسها لاول مره وبتنجح، رغم ان هي يعني مثلا واحد زي اللي هو حمدي بخيت او تامر الشاوي ممكن ما كانش ليهم دعايه كبيره، او ممكن تامر كمان ما كانش ليه دعايه خالص. دي لازم نحطها في الاعتبار. الشهره، خدي بقى حضرتك في ناس دخلوا مشاهير وبيخشوا لاول مره وقدروا ان هم ينجحوا. يعني عندنا مثلا عدد منهم سمير غطاس، عبد الرحيم علي، كل دي ناس اعتمدت على اسماء. فاطمه نعود دخلت اعاده بحكم الشهره، وزي خاصه الشهره في الناس اللي كانت واخده مواقف حاده من الاخوان. دول قدروا ان هم وكانوا يعني ايه من مؤيدي السيسي بدرجه كبيره. فدي عوامل اثرت كانت مفتاح الفوز. وفي المقابل المحسوبين بشكل او باخر على 25 يناير ما كانش ليهم نصيب. ما نقدرش نقول كده، لكن نقدر نقول ان الناس الرموز كتيره من برلمان 2012 او 2011 ما دخلوش. الدكتور عمرو شوكي، محمد عبد العليم داوود، محمد المالكي الوفد، وباسل عادل. دول ما دخلوش. ما نقدرش نقول ان هم لا، هم يعني 25 و30 يعني. لا مش حاسبها 25 و30 على قد ما انا حاسبها ان زي ما بقول لحضرتك الناس اللي كان ممكن هم دول برضو كان ليهم مواقف من الاخوان. يعني الاسماء، يعني باسل عادل كان ليه مواقف من الاخوان، عبد العليم داوود كان نفس ممكن الموقف. لكن الناس كانت مياله للتغيير لدرجه ان برضو عدد كبير من رموز الوطن في الصف الاول تم تغيير. لكن مثلا دخل الصف الثاني، دخل الصف الثالث بقوه. لكن زي ما بقول لحضرتك الاربع عناصر اللي كانوا مفتاح الفوز كان الخدمات، المال، الجنرالات، الشهره. دول اربع اسباب بس دي عوامل مساعده، لان في ناس ممكن يبقى يعني ما في برضو جنرالات سقطوا، في ناس دفعت مال كتير، محمد حموده في قصر النيل صرف كتير وسقط. يعني الدنيا ما نقدرش نقول ان ده العامل الرئيسي للنجاح. في ناس نجحت، ما يعني مثلا محمد عبد الغني في الزيتون نجح، ما كان رغم قدامه راس مال. صلاح صباح الله في شبر الخيمه رغم قدامه راس مال. محمود حسين في بورسعيد رغم ان كان قدامه راس مال. زي ما قلت لحضرتك عدد كبير ممكن ما فيش مقاييس يعني او منظورة موحدة كده نقيس عليها أسباب النجاح، لكن التنويعة دي تخلي تركيبة المجلس عاملة إزاي؟ أو أنا يعني متفائل بتركيبة المجلس على عكس ناس كتير. يعني أنا متضامن بس مع الدكتور أحمد في فكرة إن بعض الناس اللي هي أرطأت من الأول إن تقاطع الانتخابات وشتمت الانتخابات، ودول يعني ما نقدرش ننكر إن أحد الأسباب الرئيسية للعزوف هو الكلام عن تزوير الانتخابات من قبل ما تبدأ. وانتهت الانتخابات وما حدش اتكلم عن تزوير الممنهج، ما حدش مسك وقائع تزوير الممنهجة خالص. لسه حتى الامريكان النهارده بيشيدوا بنزاهه الانتخابات. لكن في احزاب صوتها عالي في الاعلام لكنها ليس لها اثر شعبي. انا اعتقد ان دول انكشفوا في الانتخابات. وفي احزاب ثانيه ما حدش كان يسمع عنها، يعني حضرتك مثلا حماة الوطن، الشعب الجمهوري، مصر الحديثه، الحريه، بس بنائب أسماء. نائب بس خمس يعني نواب، اربع نواب يعني. بس دول مثلا لما تيجي تقارنيهم ده فيهم ناس خدوا مثلا ثلاث اضعاف المصري الديمقراطي اللي هو يعني شعبيته على المستوى الاعلامي اعلى. نفس القصه مثلا بتيجي تقولي لي احزاب زي التحالف الشعبي او التيار الشعبي او الدستور ممكن على المستوى الاعلامي صوتهم عالي، فيهم ناس قطعت وفيهم ناس بس بشكل عام الاحزاب نجحت في المعركه الانتخابيه؟ الاحزاب ما نقدرش نقول نجحت لان المستقلين، وده انا كنت متوقع ان المستقلين هيفوزوا، لان الاحزاب
للاسف احنا ما عندناش ثقافه حزبيه والاحزاب ما عندهاش حاجه تقدمها. المرشح اللي عايز يجي هيقول لك انا هاخد من الحزب، ما كانش الحزب بيديله فلوس ما بيروحش، يقول لك طب انا اروح ليه؟ ما انا خليه مستقل. فالعامل الاساسي ان معظم الناس انتموا او راحوا الاحزاب على سبيل انت هتديني كام، كانت صفقات. عشان كده شفنا الظاهره اللي هو كان بيروح قبل ويغير صفه، قبل الترشيح بيوم يغير الصفه. ومعظم الاحزاب ما عندهمش مش دول نوابهم، دول مش اعضاء اصليين ومش مرتبط بايديولوجيه واضحه، مش اعضاء اصليين يعني. كلهم خدوا العضويه تقريبا يوميها او قبلها بيومين او قبلها اسبوع، على حسب هتدفع كام معايا في الدعايه. لان كل واحد عارف انه داخل معركه تقيله، فيقول لك طب انا هشوف هيديني ايه. فده اللي فرق. لكن انا رايي ان احنا محتاجين ندعم الاحزاب الفتره الجايه، محتاجين ان يتم يعني تعميق التجربه الحزبيه. احنا عندنا دلوقتي ثلاث احزاب، طبعا النتيجه المهمه اللي حصلت هي انهيار حزب النور. عندنا ثلاث احزاب، المصير الاحرار، مستقبل الوطن، الوفد، ثلاث احزاب رئيسيه. يعني نتمنى ان احنا نرجع نتكلم في التفاصيل دي. استاذ احمد، برضو شايف معايير النجاح ازاي في بالنسبه للنواب وتركيبه المجلس؟ لا انا بس مع اتفاقا مع اللي بيقوله الاستاذ محمود، عندنا ثلاث أحزاب رئيسية على فكرة، المصريين الأحرار ومستقبل الوطن والوفد. في المرحلة الأولى، ويمكن أنا كنت بقول في المرحلة الثانية مش هحقق ده، أنا مقياسي على فكرة المقاعد الفردية للأحزاب، مش واخد القايمة. يعني القايمة ليها تصنيف تاني خالص، أنا مش بس أنا عايز أشوف مرشح الحزب على المقعد الفردي عمل إيه. عندي على مستوى الجمهورية مثلا النسبة وصلت في النهاية إلى 56% مستقلين و44% حزبيين، ده على المقاعد الفردية وفقا لبيانات اللجنة العليا للانتخابات. المرحلة الثانية للانتخابات، المرحلة الأولانية في الانتخابات، ودي اللي الناس استخدمتها وقالت إن المستقلين اللي فازوا كانوا 49% والحزبيين كان 51%، فقالوا ده نجاح للأحزاب. ده حسابات اللجنة، كل الأرقام حسابات اللجنة العليا للانتخابات. المرحلة الثانية قبل ما تبتدي أنا قلت لا، المرحلة الثانية هتبقى فرقة في فوز المستقلين، المستقلين هيفوزوا أكتر، وطبيعة المرشح اللي هيفوز كمان. ويمكن ده انعكس في اللي كان الأستاذ محمود بيتكلم عليه، إن هم سكان المنطقة دي، سكان المحافظات بتوع المرحلة الثانية ليهم تصور ذهني. يعني من 94 وإحنا بنشتغل استطلاعات رأي عام لغاية 2013 كنا بنسأل على المرشح المناسب اللي انتوا عايزينه يكون شكله ايه. كان اهم حاجه عندهم ان هو يكون رجل دوله قادر يقرب من الدوله، ليه خيوط او سكك مفتوحه في قلب الدوله. فعلشان كده اختياراتهم مالت ناحيه تفضيل مرشحين من النوعيه دي، وبعدت شويه عن احزاب هم بيقلقوا منها. يعني لما بنبص بقى بالتفصيل في ده هتلاقي حضرتك مثلا المصريين الاحرار في المرحله الاولى كان جايب 36 مقعد. في المرحلة الثانية على المقاعد الفردية جاب 21. سهل. مستقبل الوطن كان 21 بقى 20. حزب الوفد عمل ريكورد ثاني، كان 11 في المرحلة الأولى بقى 15 في المرحلة الثانية. ليه حزب الوفد عمل النقلة دي؟ المحافظات برضه طبيعتها فيها طبيعة المحافظات والانتماء للحزب، العائلات خاصة بقى لما نشوف الرهان كان على ايه. حزب الوفد راهن على محافظتين رئيسيتين مثلا، الشرقيه والغربيه والدقهليه، ثلاث محافظات تمام. خد منهم عدد كبير من الاصوات. الشعب الجمهوري بالمناسبه جاي في المرتبه الرابعه في الاحزاب، عامل 13 صوت، 11 صوت في المرحله الاولى و3 11 مقعد يعني في المرحله الاولى و2. بس هتلاقيه اللي نجحوا مش على اسم الحزب، يعني مش ارتباط الناس بالحزب، ان الحزب ده بالنسبه لنا يمكن مجهول. بالظبط. ده الشخص نفسه، الشخص نفسه. ما هو دي اللي انا دي اللي ده التفسير اللي انا بطرحه ودايما بقوله يا جماعه، ما فيش حزب، في فرد دخل على قائمة الحزب. حتى كل المرشحين يا أستاذ محمود لما كنت تشوف لفتات الدعاية بتاعتهم كان شعار الحزب صغير جدا، الأهم كان اسم الشخص هو اللي معروض. بقية الأحزاب زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي النسب بتاعتها كلها مقعد اتنين تلاتة. أكبر حزب فيهم جايب عدد مقاعد بعد الأحزاب دي الرئيسية دي، النور طبعا جاب 11 مقعد، المؤتمر جاب 8 مقاعد في المرحلتين، حماة الوطن جاب 9 مقاعد، المصري الديمقراطي الاجتماعي جاب 4 مقاعد، السلام الديمقراطي جاب 5 مقاعد. السلام الديمقراطي ده يعني
الحركة الوطنية المصرية بكل بقى الهالة اللي كانت بتاعت حزب الحركة الوطنية المصرية جاب 4 مقاعد، مقعد في الراوند الأولين في المرحلة الأولى و3 مقاعد في المرحلة الثانية. في بعد كده بقى الأحزاب الحرية 3 مقاعد، وبعدين نيجي عندنا المشكلة الرئيسية بقى، إن أنا أبص ألاقي الحزب الديمقراطي الناصري بكل ما هو من تاريخ للتيار اليسار هو مقعد. هو الحزب الناصري مش الديمقراطي، هو اسمه الحزب الناصري. لا هو اسمه في بيانات اللجنه العربي الحزب الديمقراطي النصير. انا ملتزم بالتعريف اللي هم قايلينه عنه. وبعدين التجمع الوطني التقدمي مقعد واحد برضه. لما بص على حاله الحزبين دول بيعكسوا لي مشكله الحقيقه، ومشكله منعكسه في قلب البرلمان، ان ما عنديش يسار، ما عنديش تيار ممثل لليسار المصري. مشكله التيار اليساري المصري ان الاحزاب اللي بتعبر عنه هي احزاب قديمه، وقياداتها بعدت كتير عن الشارع، يعني قياداتها انعزلت كتير عن الشارع، والجيل الجديد اللي طالع للأسف ما انتظمش في قلب أحزاب. لا يعني والصورة الذهنية لليسار عند المواطن المصري يعني صورة ما هياش إيجابية قوي. بالعكس بالعكس، إنما هو ابتعد كتير، يعني الأجيال الجديدة من الشباب اليساريين اللي احنا نعرفهم مش منتظمين في قلب هذه الأحزاب دي، بيشتغلوا شغل سياسة من بره على اعتبار ان هم قوة سياسية، قوة ضغطة، قوة احتجاجية، ما بينتظموش في قلب احزاب اليسار، في حين ان هم لو انتظموا في قلب احزاب اليسار هيفعلوا دور احزاب اليسار اكتر من كده. فدي مشكلة واضحة في قلب البرلمان المصري اللي جاي، ان اليسار المصري مش هيثم ابو العز الحريري ده يبقى محسوب على اليسار. هتكلم على ثلاثة اعضاء ينتموا لليسار المصري، بس في يسار موجود، وخالد عبد العزيز الشعبان تقريبا برضو، وحد ثالث كمان. ثلاثه عايز اقول لك انا دي ممكن من الظواهر في الانتخابات دي، ان اولاد نواب المعارضه المعارضه كسبوا في الدوائر المدنيه على عكس اولاد العائلات كسبوا في الصعيد وفي الريف. لكن مثلا زي ما حضرتك بتكلمي خالد عبد العزيز في حدائق القبه، هيثم ابو العز الحريري في اسكندريه، ابن فاروق متولي في السويس، دول كانوا يعني دول معارض، ابهاتهم معارضين وهم نجحوا على حس دفء في في دوائر مدنيه. على عكس مثلا ممكن اولاد نواب الوطني نجحوا في دوائر في الريف وفي الصعيد. اسمه معتز كمال الشاذلي، معتز كمال الشاذلي، معتز محمد محمود، علي حسن، ناس كتيره نجحت في يعني دي برضو من الحاجات الظاهره في الانتخابات دي نجاح الابناء. لكن الاهم من وجهه نظري ان الاول مره البرلمان بيصل لعدد الاقباط حوالي 34، المراه حوالي 72، دي لاول مره بتحصل في البرلمان. والشباب تجاوز 40، لكن المراه والاقباط لاول مره مثلا المراه بتنجح في دوائر شعبيه، يعني شفنا مثلا في الجماليه منى جدالله، شفنا في وفردي، يعني مش بتكلم وفردي على النجاح المطلوب في القايمة، نشوى الديب وشاديه ثابت، شفنا في حلوان دينا عبد العزيز، شفنا اسماء ما حدش يتخيل ان 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 ستات ممكن ينجحوا في دوائر زي دي، دوائر صعبه مش دوائر سهله، دوائر شعبيه. شفنا في مشتول السوق في الشرقيه، صحرا، شفنا في المنصوره، في دايره المنصوره سيده نجحت، يعني دي ظاهره جديده. طيب. الظاهره الاهم كمان هي نجاح الاقباط في دوائر مش مكتظه بالسكان الاقباط، يعني عاده مثلا اللي كان بينجح قبل 2011 المره الوحيده اللي نجح حد فردي كان رامي لكح في الظاهر فيها تقل قبطي، ويوسف بطرس غالي في المعهد الفني في شبرا برضه فيها تقل، وده كان الاولاني نجح يعني كرجل اعمال، يعني فلوسه تدخلت في النجاح، والثاني يوسف بطرس غالي بالنفوذ كوزير كان بيديهم فرص عمل وكلام من ده. المره دي بينجح ناس مش ما عندهمش يعني نفوذ ولا فلوس في دوائر غير قبطيه، يعني لما ينجح في عين شمس ثروت بخيت، لما ينجح في ملاوي ودي فيها كان تواجد لتيار اسلامي، لما ينجح في ملاوي 2 في عين شمس زي ما بقول لحضرتك، في مدينه السلام ايليا بسيلي، في شبرا طبعا طبيعي الناس هتقول لك في شبرا 2 نجحوا، يعني ده طبيعي. يعني بقول ظواهر جديده في مشاهد مختلفه عن البرلمانات السابقه، وفي كمان تحدي، ما فيش حزب ليه الاغلبيه. طيب الاكثريه، التحالفات، ايه خارطه التحالفات داخل المجلس؟ هناخد راي ضيوفنا في المساله دي بعد الفاصل، مستمرين مع حضراتكم.
نرحب بحضراتكم معانا مرة تانية، وبجد تحيتي لضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة في الحياة اليوم. ولسه حديثنا مستمر عن البرلمان القادم، أولوياته، تركيبته، شكل التحالفات والأداء بشكل عام. لكن قبل ما نتكلم في النقطة دي أستاذ محمود، اللجنة أعلنت عن نسبة المشاركة 28.3%. وكلمنا كتير في ضعف الإقبال، شكله عامل إزاي؟ هل نسبة المشاركة دي يعني تضعف من البرلمان، من أدائه، قوته، جايب ظهير شعبي أو لا؟ لا طبعا ما تضعفش من شرعيته. ده أمر شرعيته موجود. لكن خلينا نقول إن نسبة المشاركة مش كبيرة، ومش عايز برضو الحكومة تطلع تتطوع وتقول دي النسبة اللي موجودة في العالم، إن ده كلام يعني أقل ما يوصف بإنه كلام ساذج. لان وانا رايي ان احنا لازم ندرس موضوع نسبه المشاركه وندرس اسبابها. طبعا يعني المؤكد بالنسبه لي ان عمليه ان الناس اللي اتهمت البرلمان ان هو هيتزور وان هو هيتحل شارك وتاجيل الانتخابات اكتر من مره كانت اسباب رئيسيه في ضعف المشاركه، لكن في اسباب تانية كتيره تجينا ندرسها بشكل علمي ونطلع تقرير، لان في خطوره من هذا الامر. لان ما نقدرش نفصل اللي حصل في الانتخابات البرلمانيه عن اللي حصل في انتخابات المحامين، عن اللي حصل في انتخابات الاطباء، عن اللي حصل في انتخابات اعضاء التدريس جامعه القاهره. كلهم حصل فيهم ضعف مشاركه. صحيح. فلو الشعب تنينا كده في الدنيا ده، هنرجع تاني التيارات الدينيه لان هي بتقدر تسيطر في الاقليه. يعني انتخابات الصحفيين كمان. نعم يا فندم. انتخابات الصحفيين. ففي ضعف مشاركه عامه محتاجين ندرسها، هل بسبب ازاي؟ هل بسبب ايه؟ نبدا ندرسها بشكل دقيق. ولازم الناس تعرف ان مثلا 2011 برلمان 2011 السويس راح 72%، في انتخابات 2015 راح 18%. فالفرق كبير. فلازم الامور ندرسها وما نعدهاش، لان موضوع المشاركه هو اساس الديمقراطيه. مفيش ديمقراطيه تنجح الا بمشاركه عاليه. لكن ده كمان الناس ما تستغلوش لتشويه البرلمان. يعني انا ضد فكره التشويه المبكر للبرلمان، وشايف ان هذا البرلمان زي ما قال الدكتور احمد في الاول، هو في النهايه قماشه وبيعكس تمثيل للمجتمع او تمثيل للناس اللي راحت. تمام. والناس اللي ما راحتش. طيب. يعني ما تلومش. حزب النور ده بيعكس حجمه على الارض، ده يعني نتاج او فرص طبيعي للمجتمع. السويس بالمناسبه من المحافظات، ما احنا علشان نفهم برضو نسبه المشاركه، احنا عندنا اتجاه في محافظات الجنوب، محافظات الصعيد، من 2011 ويمكن من قبلها، من ساعة انتخابات 2010 اللي تم فيها تزوير الإرادة بتاعة شيوخ القبائل والعمد ان هم ينجحوا، لان بيبقى في اتفاقات معمولة ان اللي هينجح المرة دي من بيت ده هينجح من بيت ده. الحكومة ساعتها ضربت بكل ده عرض الحائط وجابت اللي هي عايزاه في هذا التوقيت في 2010، فكسرت العلاقة بين الدولة وبين الناس الكبيرة دي، اتعمقت اكتر بعد 2011. فعندنا مشكلة في تصويت الصعيد، عندنا مشكلة واضحة في تصويت الصعيد اللي هو أقل نسبة في المشاركة من 2011 لغاية النهاردة. تمام. بنيجي لمحافظات بعينها بقى، السويس، اسكندرية، مرسى مطروح، البحيرة، كفر الشيخ، نسب المشاركة فيها قليلة، قليلة جدا حتى عن أي مشاركات قبل كده. ده مردوده التيار السلفي. أيوة. اللي كان معتزل الحياة قبل كده واللي انغمس في الحياة السياسية مرة واحدة ومرة واحدة انسحب منها نتيجة انشقاقات حصلت في قلب هذا التيار بعد موقف القيادات من 30 يونيو. بعضهم ارتد تماما عن التيار وراح للسلفية الجهادية، وبعضهم رجع لأصوله، قال يا جماعة احنا عايز اقول لك ان جمهوره اصلا ما صوتوش ليه. احنا جماعة لا، لما تشوفي حضرتك الاماكن اللي نجحوا فيها، يعني يعني هم في الجولة الثانية مثلا خدوا ثلاث مقاعد. الثلاث مقاعد فين؟ الثلاث مقاعد في مقعدين في كفر الشيخ ومقعد في دمياط، مناطق نفوذ ليه. في المرحله الاولى الدوائر اللي قدروا يجيبوا فيها اصوات في اسكندريه وفي البحيره، فده بيقول الدور بتاعهم هم ما قدروش يصوتوا ينجحوا القايمه بتاعه حزب النور، انما في الدائره واحده يقدر ينجح مرشح حزب النور. في تاثير حقيقي، في تأثير حقيقي للتيار السلفي في تراجع نسب المشاركة في المحافظات دي. هنبص بقى لتأثير تاني بقى الجماعة الإرهابية لما ابتعدت عن الساحة بكل بقى الطرق اللي كانت بتحشد فيها الكل أتبعها، لأن هي عندهم درجات عضوية. الأعضاء العاملين بيروحوا، إنما المحبين بقى والمتعاطفين درجات العضوية الأقل أقل أقل. دول ما تحركوش المرة دي لأن ما فيش حشد ليهم. مش معنى ان هو محب او متعاطف ان هو ينتمي فكريا الى فكر ارهابي او انما هو بيستخدموه وقت الحاجه بيدوله.
فده ما تمش استخدامه، وده يفسر شويه برضو المحافظات نسب المشاركه فيها قليله ليه. القاهره دي طبيعه القاهره، يعني القاهره طبيعه مشاركتها، بس اقل المحافظات تبقى القاهره. طبيعه مشاركتها هي في الاطار ده، طبيعه مشاركه القاهره طول عمرها في الاطار ده. التعامل مع كل ده بقى بيعكس الازمه اللي ابتدينا الكلام فيها في الاساس، ازمه الاحزاب في مصر والقرى والمراكز اكتر من العواصم والمدن. طيب استاذ محمود معلش، يعني خلينا نتكلم على التعيينات شويه. قبل التعيينات اقول لك برضو ظاهره اخيره في موضوع الانتخابات. اولا ان الرئيس السيسي كان الغائب الحاضر في الانتخابات، يعني على مدى ما شفناش حد قدر ينجح، او كل المرشحين، انا اتفرجت على برامج كتير للمرشحين في البرامج التلفزيون، فكان فيهم البعض كان همه الرئيسي انه يقول انا مع الرئيس، لا ويقول ان انا عمري ما عرضته ومش بعرضه وبتاع. دي برضو تعكس ظاهره في الانتخابات ده، بس ده مش معناه ان هم هيتنينوا مايدينوا طول الوقت، بالعكس هم هيختلفوا معاه في التفاصيل، مش هيختلفوا معاه في القضايا الكليه بتاعه الدوله، في قضايا الدوله، دعم الدوله، لكن هيختلفوا معاه في التفاصيل وده مطلوب. لكن معارضه بناءه يعني. لكن خلينا نقول ان مفيش حد بيعارض السيسي كليا نجح في الانتخابات، عشان كده ده يجرنا للتعيينات، لانك دلوقتي في بورصه للاسماء المطروحه واتجاهاتهم، لا عايزينها تكون كفاءات مش موجوده في المجلس، لا عايزينهم من المعارضه الغايبه فييجوا بالتعيين. ما تقدريش تقولي المعارضه الغايبه، يعني ما احنا لحد دلوقتي مش عارفين مين هيعارض ومين هيأيد، يعني في النهايه زي ما قلت لحضرتك لطبيعه الحال وطبيعه الناس متخيله ان البرلمان ده هيمر اول سنه مش هيكون يعني هتكون سنه صعبه، وعلى عكس ما الناس متخيله مثلا يعني سنة صعبة ليه؟ ان هم هيسيطروا على النواب، النائب ده صعب حد يسيطر عليه، النائب ذاتا النائب بتاع الفردي اللي نجح بدراعه هيسيطر عليه، يعني انا مش يعني الائتلاف اللي بيتعمل ده جهد طيب وبتاع، بس انا اشك انه هينجح بشكل دقيق. ده كل الاحزاب مثلا اللي احنا تابعناهم في البرلمان كان بيحصل انشقاق في مواقف كتير، يمكن باستثناء الاخوان هم الوحيدين اللي من 2000 ل 2010 ما فيش نائب فيهم خرج، لكن دول ليهم تفسير عقائدي من السياسه. لكن مثلا على مستوى الوطني، على مستوى الوفد، على مستوى التجمع، كل الاحزاب جم في قرارات والنواب خرجوا عنها، ففكره السيطره على النواب من يتوهمها يعني ساذج. السيطره على النواب دي عمليه صعبه جدا، لان النائب زي ما بقول لحضرتك جاي، يعني النائب اللي جاي ده بدراعه او جاي وده يمشي كمان او ينطبق على النائب اللي غير عضويته او حزب خده او اشتراه وفقا للتعريف. ما خلاص بقى دلوقتي ما بقاش في تغيير عضويه، اللي دخل وهيقعد خمس سنين. لا اللي غير قبل ما يدخل، اللي غير قبل ما ينتخب، لكن يعني قبل ما ينتخب بتبقى قصه، وبعد ما ينتخب بتبقى قصه، يعني قبل ما ينتخب حماده وبعد ما ينتخب بيبقى حماده ثاني خالص، يعني مجرد ما بيخش البرلمان ما اعتقدش ان هو بيسعى ان هو يعني مثلا خلينا نقول ان نواب مثلا واحد زي توفيق عكاشة واخد 95,000 صوت، البعض بينتقد، بس ده حقيقي وتم من غير تزوير. يليه واحد زي محمود محي الدين في اشمون واخد 85,000 صوت، واشمون دي عملت حاجه ضربت بيها القواعد الانتخابيه المتعارف عليها، ان في الاعاده نسبه التصويت كانت اعلى من الجوله الاولانيه، يعني في الاعاده 34%، في الجوله الاولانيه 29%، دي ما بتحصلش كتير. فواضح ان هو كانت العمليه هناك صعبه. قائمه في حب مصر نجحت، وانا شايف ان هي كانت تجربه كويسه، لان هتسر البرلمان بالكفاءات اللي فيها والتوافق اللي تم بين الاحزاب حواليها، على عكس الناس اللي انتقدتها. في النهايه قايمه نجحت في الاربع مناطق او الاربع قطاعات بتوع مصر، خدوا 120 كرسي ومدخله كفاءات كويسه هتثقل البرلمان. تمام. لكن ما يجبش ان احنا من دلوقتي نبدا نشوه في البرلمان، لان في النهايه دي اختيارات الشعب، واللي ما راحش ما يعني ما قدموش حاجه غير ان هو يحترم خيارات الشعب، وخلي التجربه تثمر عنه. يعني متاكد منه مثلا ان برلمان 2015 رغم تحفظات الناس عليه هيكون افضل من برلمان 2011. الامور الناس اللي يعني طالما ما فيش تزوير، وطالما الناس حاسه بالشعب، الشعب هو اللي هيحرك النواب على عكس ما الناس متخيل. هو ده اللي مثلا حصل في موضوع الرئيس السيسي. هو ليه الناس فيش حد مثلا من المرشحين اعلن معارضته الكليه للسيسي اثناء الترشيح؟ ليه؟ هو يشعر ان الناس يعني اولا الدوله ما بقاش عندها حاجه يعني تقدمها، يعني مش هيخاف من الدوله مثلا تحرمه من حاجه في الانتخابات، لكن يخاف ان الناس يبقى رد فعلها معاكس. طب ارجعك لمعايير التعيينات. هو التعيينات بتتم على معيارين، بتتم على معيارين.
ان يعني الاثنين للمواقمه السياسيه ما فهمش شرط، تعنيت ما فيهاش شرط الا شرط واحد ان نصفهم من السيدات وفقا للقانون. فالرئيس من حقه يختار ال 28 بس لازم يجيب نصفهم سيدات. المواقمه بقى بتقول ان هو يجيب ناس كفاءات مش موجوده من ضمن المنتخبين، والامر الثاني فئات مش متوفره في المنتخبين. يعني بمعنى اصح مثلا زي اليسار، هو يرى ان اليسار مثلا تم تهميشه في الانتخابات او ما نجحش بدرجه كبيره، فممكن يحط بعض العناصر المهتمه بفكره العداله الاجتماعيه. وانا دخل في التعيينات دي ممكن رؤيتي لرئيس مجلس الشعب اللي طبعا، او كفاءات مش موجوده في البرلمان. يعني مثلا لو عايزين رئيس لجنه خطه موازنه، ودي عمليه فنيه كبيره مش عمليه سهله، او مثلا مش موجوده في المنتخبين، فاجيب شخصيه يعني خبيره في هذا المجال وبعينها. لو مثلا زمان مثلا ما كانش بيبقى فيه ممكن رجال دين بيقدروا يخشوا ينجحوا. اسالك بصراحه، هو مطلوب من الاعلاميين والسؤال برضه استاذ احمد والسياسيين يطرحوا كده قائمه بالاسماء، ولا دي انتقاص من يعني من قرار الرئيس او رؤيته؟ هو خلينا نقول ان ده حق اصيل للرئيس، وما فيش كل الكلام التكهنات حوالين ان هو بعت لبعض الهيئات او خد راي بعض الهيئات، ده كلام غير صحيح ومش هيحصل. يعني ان هو يبعت للنقابات او يبعت للهيئات يقول لهم رشحوا لي، ده كلام ما حصلش يعني، وده اصلا ما بيحصلش يعني قبل كده. لا يعني لو هو مثلا استطلاع راي استشاره للجهات اللي يعني استطلاع راي ودي، لكن انه الناس تقول لك ده بعت للنقابات يقول لهم رشحوني. اولا النقابات معظمهم منتخبين، يعني ناس منتخبه تقدر. هو برضه لما بيجيب ناس ما لا تستطيع ان تواجه الانتخابات. كفاءات بتبقى ناس كويسه جدا بس ما تقدرش تواجه الانتخابات، فيجيب. لكن النقابات معظمهم منتخبين. لكن فكره بقى ان ناس ترشح، ناس يعني ناس ترشح عادي، يعني اي حد ممكن يقول اسماء، لكن في النهايه هو صاحب القرار الاصيل. تمام. لكن طبعا الكلام اللي قاله اللي هو سامح سيف اليزل انا ضده، وشايف ان هو ليس من اختصاص اللي هو سامح سيف اليزل ان يتحدث بالنيابه عن الرئيس او نائبا عن الرئيس. هو في النهايه هو كان نائب بيقود ائتلاف او بيقود قائمه في حب مصر، وله تقديره يعني هو راجل صديق. هيبقى بعد كده زعيم الاقليه او الاكثريه، بس هو نائب ملوش علاقه بالرئيس. هو ملوش علاقه بالرئيس. الرئيس ده مؤسسه. الرئيس الجمهوريه مؤسسه، حقه وفقا للدستور ان هو اللي يختار المعينين، زي برضو بعض النواب بيجمعوا توقعات لترشيح معينين. يا سيدي انت مالك ده يعني في تداخل في السلطات كده مش مقبول. مفهوم. استاذ احمد رايك ايه؟ لا هو انا مش فاهم يعني ليه حكمنا شكل الاغلبيه وشكل المعارضه. يعني شكل الاغلبيه وشكل المعارضه ده امر ما يبانش دلوقتي، مستحيل. وهيظل محل جدل كبير في قلب البرلمان ده. مين اللي هيعارض على اساس ايه؟ ايه المواقف؟ يعني ما فيش اساس ايديولوجي هيتم على اساسه المعارضه، او اساس فكري او عقيدي. في مصلحه وطنيه عليا للوطن، دي اللي ماشي فيها التراك الكبير جدا من السادة النواب اللي دخل. تتباين السياسات والمواقف، لكن مين ادى الحق لحد انه يتصور ان هو هيكون زعيم الاغلبية؟ هتضمنها ازاي؟ يعني حتى هذه اللحظة مين ادى الحق لنفسه الحق انه مش بس يبتدي يرشح في السادة الاعضاء اللي هيتفضل بيهم السيد الرئيس ان هو يعينهم، لا ده ادى لنفسه الحق انه يعين كمان الرئيس والوكيلين، وبيشتغل على تقسيمة البرلمان. لا في امور حقيقي بتعمل بناء على التحالفات اللي بتحصل دلوقتي، فهيبقى ليهم الاغلبيه. يعني طب في توقع بكده، فانا ارتب اموري من دلوقتي. ليه ما يتمش توقع ان المستقلين يتكتلوا في كتله لوحدهم، واحنا عندنا عدد المستقلين في هذه الحال اكتر بكتير من عدد ال 60% من البرلمان. اهي يعني عندنا المستقلين حتى هذه اللحظة 242 غير اللي في القوائم. يعني المستقلين على المقاعد الفردية 242 غير اللي في القوائم. لما نحسبهم باللي في القوائم بيعدوا 300. طيب فممكن قصدك تقول ان المستقلين هم كمان يتكتلوا، فيبقى هم كده في الحال دي ليهم الأغلبية. ليه ما ليه 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 صعبة شوية ليه؟ يعني مفيش، ما هو ده أحد السيناريوهات المطروحة بالمناسبة. يعني أحد السيناريوهات المطروحة إن المستقلين دول يرفضوا محاولة انتزاعهم. ما أنت عندك كتلة من المستقلين عاملة زي الكيكة، ده بيحاول ياخد منها شوية وده بيحاول ياخد منها شوية وده بيحاول ياخد منها شوية. هم حاسين بده
وهم مش رافضين يلعبوا الدور ده، وهم ابتدوا يفكروا النهارده ان هم يعملوا تكتل، تكتل المستقلين في قلب البرلمان، هم بيفكروا في ده. طب لو عملوه هم دول اللي هيسوقوا البرلمان، وده خطر. مش خطر، لا مش خطر، ده دي لعبه سياسه. فلعبه السياسه وارد فيها كل السيناريوهات، السيناريو لم يتضح بعد. عشان كده كنا بنقول دايما يا جماعه ما تقعدوش تقعدوا تفترضوا وتحللوا وتستنتجوا وتقسموا البرلمان وتختاروا الاعضاء وتختاروا الرئيس وتختاروا النواب من غير ما تتضح الخريطه النهائيه. الخريطه النهائيه حتى بعد الانتخابات اللي بتجرى النهارده وبكره و... لا بكره وبعده لاستكمال ال 13 عضو اللي فاضلين على الدوائر اللي كان عليها طعن. ايوه ال 13 عضو دول لما يكتملوا، حتى اكتمال الصوره دي، يعني اللي متابع للموقع اللجنه العليا للانتخابات هيلاحظ انهم ما نزلوش نتائج نهائيه لغايه دلوقتي انتظارا لنتيجه ال 13 عضو اللي هيدخلوا دول. اكتمال الصوره دي نبتدي نحدد على اساسه ملامح الشكل البرلمان ده عامل ازاي. اما بتبتدي جلسات البرلمان نبتدي نشوف هل فعلا المخططات، يعني المصريين الاحرار عايز يكتسب جزء ودعوا الى عقد لقاء مع المستقلين في احد الفنادق علشان التنسيق معاهم علشان يبقى في كتله كبيره لحزب المصريين الاحرار. قائمه حب مصر بتتصور ان هي هتقدر تعمل نوع من انواع التنسيق وتحتفظ بالهيكل اللي هي دخلت بيه، ويبقى هو ده الهيكل الحاكم وهو ده الهيكل اللي هيسيطر على مجريات الامور في البرلمان. وعندنا تصور ثالث ابتدى يطرح من بعض المستقلين ان هم يتكتلوا لوحدهم بعيد عن هذا الصراع من الحزبي، من حزب المصريين الاحرار، وبعيد عن الصراع القائمه بتاعت حب مصر عليهم، وان هم يشتغلوا لوحدهم في قائمه مستقله. فده الشكل. رئيس البرلمان، رئيس البرلمان محدش هيقدر يعرفه ولا حد هيقدر يتصوره ولا حد هيقدر يطرحه. والاخطر من رئيس البرلمان يا استاذه لبنى، علشان بس المجتمع المصري يبقى واعي، اللي جم اعضاء في مجلس النواب ايا كان اسمه وايا كان مكانه، ده تم انتخابه انتخاب شرعي سليم عن طريق مصريين انتخبوه. التسفيه المستمر في الاعضاء، خلي بالكم من النقطه دي كويس جدا، التسفيه المستمر فيهم وتشويه صورتهم، تتفق تختلف معاهم انما تشويه صورتهم وتشويه ده كله هينعكس على فكره تشويه البرلمان. صحيح. اللي هي الفكره الاخطر. تمام. يعني اللي هيجي رئيس برلمان، يعني لو بنتكلم ان الرئيس هيعين مجموعه اسماء واحد منهم هيبقى الرئيس، حتى ده هيتم اختياره بتصويت من قلب البرلمان يا جماعه. صح. حتى ده هيتم اختياره بتصويت من قلب البرلمان. صحيح. مش هينزل بالباراشوت، يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي مش هيدوس على زرار يقول لهم النبي خدوا ده رئيس برلمان فكلهم هيوافقوا عليه. لا، ده هيبقى مجال مفتوح وهيبقى فيه انتخابات. خطوره تشويه النواب او تشويه البرلمان ايه يا استاذ محمود؟ لا، انا شايف ان في استخفاف طبعا، يعني اي نائب يعمل غلطه من حق الاعلام انه يتكلم عنه، وما يحاولش النائب يبقى عنده حصانه من الرقابه الشعبيه، لان الاعلام احد الادوات الشعبيه في الرقابه عليه. ما النائب ده ليس عليه سلطه، يعني ما فيش سلطه تقدر، ولا السلطه التنفيذيه ولا حاجه، فده طبيعي ان الناس تتناوله. لكن فكره ما ننساش واحنا بنتكلم، بس البعض قال لك بقى الاعلام يهدى شويه، يسيب المساله بقى للبرلمان في مجلس منتخب باراده الشعب، فالبرلمان كان بيلعب الدور ده لان ما كانش فيه اللي يتكلم باسم الناس. طبعا انا معاك، انا معاك ان الاعلام لعب دور البرلمان في وقت اللي كان البرلمان والاحزاب فيه غايبه. الاعلام هيتراجع شويه، لكن في النهايه عايزين يعني الناس ما تركزش على اسمين ولا ثلاثه في البرلمان وتعتبر ان ده كل البرلمان. لا، البرلمان ده فيه ناس كويسه، في علاء منعم، في طاهر ابو زيد، في اسامه هيكل، في ايهاب الخولي، في سمير غطاس، في صلاح الصبلا، في يعني في ناس محمد عبد الغني، سيد فرج، ناس كتيره الدوائر انتخابتها. يعني الناس هتقعد تتفرج على جلسات طالما يعني هيكون في اداء، يعني هو برضه عشان الناس تبقى واضحه، في كل برلمانات العالم اللي بيدير برلمانات نسبه 10% من النواب اللي هم القاده الطبيعيين، النخبه، او يعني القاده اللي بيأثروا في القاعه. يعني مش لازم يبقى مثلا رئيس هيئه برلمانيه، طبعا رئيس هيئه برلمانيه الحزب ده بيأثر، لكن كمان في ناس الناس بتلجأ لها عندما يقول، يعني لما يكون مثلا بنتناقش في قضية، مثلا لما كان برلمان 2005 أو 2000 لما كانوا بيتناقشوا في قضية خارجية، ويوم واحد زي الدكتور مصطفى الفي بيتحدث، فالناس بتبقى
واثقه في رؤيته. تمام. فبتميل فهكذا البرلمانات. الناس ما تتوقعش ان 600 نائب هيتكلموا كل يوم. بس ده في مجموعه كده هتقود. هي في مجموعه في مجموعه هتقود البرلمان، وهيبقى في خروقات يعني، هيبقى في مظاهر لا هيبقى في مظاهر. اصل احنا برضو خلينا نتكلم ان ده برلمان معظم نوابه جدد. معظم النواب اللي داخلين فيه جدد بيمارسوا العمل البرلماني لاول مره. وما قدمناش حل، مش هينفع نعيش من غير برلمان. فالمطلوب واحنا عندنا امل وان شاء الله يكون ده، ان البرلمان ده يكون اضافه للحياه السياسيه المصريه ان شاء الله، ما يكونش عبء عليها ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ محمود مسلم رئيس تحرير الوطن. شكرا استاذ احمد ناجي امحى رئيس وحده بحوث الراي العام بمركز الاهرام. بشكر حضراتكم على المتابعه، وبكره باذن الله يوم جديد في الحياه اليوم. نشوفكم على كل خير ان شاء الله.